نعم، هذه فيها ثلاث مسائل تخص الصلاة. المسألة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى صلاها مع العشاء دون أن يخبر الناس، وهذا استدل به من يقول أنه لا يشترط إعلام الناس أو نية الجمع، لا يشترط نية الجمع. يعني بعض الناس يقول الإمام لابد أن يلتفت، هذا قول لبعض أهل العلم أو لكثير من أهل العلم، أنه يقول يشترط نية الجمع قبل بدء صلاة المغرب، أو نية الجمع قبل بدء صلاة الظهر بالنسبة لصلاة الجمع التقديم. طيب لابد من نية الجمع يقولون، يعني ما يجوز الإمام أن ينوي الجمع والناس ما يدرون، ويصلي المغرب بعدين يصلي العشاء يقول لا ما تصلح الصلاة هنا، لماذا؟ لم ينوي الجمع. وفي هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم سأجمع، سكت. حتى إن أسامة بن زيد أتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة، لأن أذن عليهم المغرب وهم في عرفة، حتى خرج من عرفة حتى انطلق إلى مزدلفة فيها كم 8 كيلو من عرفة إلى مزدلفة، أظن 8 كيلو من عرفة إلى مزدلفة. طيب فثمانية كيلو مشي الهوينة وكذا يأخذ كم؟ يأخذ 8 كيلو مشي العادي ساعة ونص فوق الساعة. إيه فالمهم أنه تجاوز الساعة قطعا. زين فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى من عرفة إلى مزدلفة قال له أسامة الصلاة، يعني صلاة المغرب ستفوتنا، يعني سيدخل العشاء ونحن ما صلينا المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. ولو لم يسأله أسامة لما قال له، ثم قال لي أسامة ولم يقل لسائر الحجاج أننا سنصلي جمع تأخير، فدل على أنه لا يشترط، لا يشترط نية الجمع، لا يشترط نية الجمع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، يشرع الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. والمسألة الثالثة أن المغرب والعشاء تصليان بأذان وإقامتين، أذان واحد للصلاتين، ولكل صلاة إقامة، يؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. وهناك مسألة رابعة وهي يعني ليست ظاهرة لكن محتملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل هنا، بل قال أهل العلم بل ولم يذكر أنه صلى الوتر، يقولون حتى إنه لم يذكر أنه صلى الوتر. فبعضهم قال لا يصلي الوتر في هذه الليلة وهي ليلة العيد ليلة النحر. طيب وبعضهم قال لا يصلي هذا كعادته لكن لم يقم الليل، لكن يقينا صلى الوتر لأنه كان يحافظ على الوتر صلى الله عليه وسلم، لكن لعله لم يقم الليل لكن لم يذكر قيام الليل، لكن الوتر هذا أمر طبيعي جدا وأكيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى المسألة محتملة، محتمل أنه صلى الوتر ومحتمل أنه لم يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم. فمن أثبت الوتر في مثل هذه الحالة فله وجه، ومن سهل في موضوع الوتر وأنه غير لازم، هو غير لازم على كل حال بس يعني لا يعتبر سنة مؤكدة في هذه الليلة، أيضا له وجه. نعم. قال رحمه الله ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها لم يقم الليل لأن غدا وهو يوم العيد يوم النحر فيه أعمال كثيرة ويحتاج إلى أن يرتاح، يعني يأخذ نصيبه من النوم حتى يقوم بتلك الأعمال، لأنه بعد الفجر سيبدأ الدعاء، ثم بعد الدعاء يذهب إلى ميناء يرمي جمرة العقبة الكبرى وينحر هديه، ثم ينطلق طبعا يحلق ثم ينطلق إلى مكة إلى يعني الحرم فيطوف، وإذا كان لم يسعى يسعى مع طوافه، ثم يرجع إلى ميناء ليبيته فيه، يعني أعمال كثيرة، أعمال كثيرة. فذلك يحتاج الإنسان إلى أن يرتاح في ليلة العيد في ليلة يوم النحر، يحتاج إلى أن يرتاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل أو لم يشرع قيام الليل حتى يتهيئ الناس لأعمال يوم
النحر. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام اللي حاليا يسمى مسجد مزدلفة، المسجد الآن الذي في مزدلفة، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم. هو نام في مزدلفة، نام صلى المغرب والعشاء، نام في مزدلفة، فلما قام وصلى الفجر انطلق إلى هذا المكان الذي هو حاليا فيه المسجد، مسجد مزدلفة، مسجد جمع، وظل هناك يدعو صلى الله عليه وسلم حتى يعني وقت قرب منه طلوع الشمس، لكن خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المخالفة الثانية لقريش. المخالفة الأولى لقريش أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفة، لا يخرجون من حدود الحرم كما ذكرنا ذلك، كانوا لا يخرجون من حدود الحرم، يقول نحن الحمس، نحن أهل الحرم، ما نخرج من الحرم. فخرج النبي من الحرم وذهب إلى نميرة ثم إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. ثم القضية الثانية وهي بقاؤه إلى قبيل طلوع الشمس، وكانت قريش لا تخرج حتى تطلع الشمس، لا تخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، كيما نغير ثبير، جبل هناك في المزدلفة، يقول أشرق يعني تطلع الشمس من جهة ثبير حتى ننطلق. النبي انطلق قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفة الثانية التي خالف فيها قريشا في أعمال الحج، أنهم كانوا يحجون على الأصل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تحريفهم لأعمال الحج كما ذكرنا. يقول فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله وحده، كما قال الله تبارك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله كثيرا. فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لكن قبل طلوع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم. وهنا أردف الفضل بن العباس، وكان سابقا قد أردف أسامة ابن زيد. والفضل بن العباس هو أخو عبد الله بن العباس، أخوه الكبير، وكان العباس يقال له أبو الفضل. نعم.